المشاهدون الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في هذا اللقاء الخاص. حديثنا لهذا اليوم سنتحدث فيه عن سقطرى، هذه الجزيرة بل هذه المحافظة التي حباها الله سبحانه وتعالى بمناظر طبيعية خلابة وموقع استثماري استراتيجي. تعد هذه المحافظة محطة جذب استثماري سياحي لكل من تطأ قدمه على هذه المحافظة وهذه الجزيرة. أيها السادة الكرام، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء أبو بعية ممثلا بالدكتور معين عبد الملك، وأكد أيضا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأستاذ المهندس أحمد بن أحمد الميسري، كلهم جميعا حقيقة والوزراء الحكومة بأكملها يولون اهتماما متعاظما لهذه المحافظة الخبيل سقطرى، وكذا لاستقرار الأوضاع الأمنية والخدمية فيها والتخفيف من معاناة المواطنين. محاور شتى سوف نتناولها أيها السادة الكرام في حوارنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن يكون معنا الذي نور هذه العاصمة المؤقتة عدن مدينة عدن سيادة المحافظ محافظ الخبيل سقطرى الأستاذ الشاب الخلوق حقيقة النشيط الأستاذ رمزي محروز. بداية مرحبا بك أستاذ رمزي، محافظ محافظة الخبيل سقطرى في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه معك، أهلا بك. الله يحييك ويسلمك، ولنا التشريف أن نكون ضيوف قناة عدن في العاصمة المؤقتة عدن، وطبعا نحن سعيدين جدا أن نكون ضيوفكم لهذه الحلقة ونورت مدينة عدن، منورة بأهلها إن شاء الله. نعم، أهلا وسهلا فيك أستاذي. إذا ما تحدثنا سيادة المحافظ، أولا قراءتكم للمشهد السياسي اليمني لمستجدات الأوضاع حقيقة، كل يوم يكون جديد هناك في هذه الساحة اليمنية تمر بها بلادنا اليمن، وكذا أيضا عن جهود فخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لإحلال السلام وفق المرجعية 3، وكذا أيضا تنفيذا لاتفاقية ستوكهولم وقراري مجلس الأمن الدولي. ماذا عن قراءتكم لكل ذلك؟ تفضل سيادة المحافظ. طبعا المشهد السياسي اليمني هو جليا للعموم وللشعب اليمني كامل والوطن العربي. طبعا كما نقرأ الواقع لا يزال الانقلابيون الحوثة في غيهم القديم الذين هم يتصورون أنهم حقيقة، ولكنهم هم في ضلال من ذلك، ومشروعهم الإيراني لن يسود في اليمن، وبإذن الله سبحانه وتعالى كما نقرأ الواقع أن ستكون هناك النصر القريب بناء على الحيتيات التي هي على أرض الواقع وتقدم القوات الشرعية في كل الجبهات. هذه هي، وطبعا ستكون تعود كل المحافظات التي لا تزال حاليا بيد الانقلابيين إلى حاضنة الشرعية وإلى حاضنة فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي هو أب جميع اليمنيين، وهو الذي قدم الكثير وعانى الكثير من أجل اليمن ومن أجل اليمن الاتحادي الذي دائما فخامة الرئيس حفظه الله يعلم بها في كل المحافل الدولية. طبعا نحن متمسكين بالمرجعيات 3 وهي المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 والحوار الوطني. هذه المرجعيات التي هي تخرج اليمن إلى بر الأمان طبعا، ونحن مع توجهات فخامة الرئيس المشير عبد المنصور هادي لليمن الاتحادي الذي ينشده كل اليمنيين. طبعا نحن فخامة الرئيس هو رئيس للسلام، دائما يدعي ويدعو ويرسل وفود في كل المحافل الدولية لإحلال السلام، لأنه أب للجميع، يريد لليمن أن تبقى مستقرة آمنة أسوة بدول العالم الأخرى. وبإذن الله سبحانه وتعالى هذه النيات الصادقة وهذه التوجهات الصادقة من فخامة الرئيس ستولي وستعطي عزيمة لأبناء اليمن أننا سنكون يمنيون صحيحين، يمنيون متمسكون بيمنيتنا، ونحن نقول بإذن الله سبحانه وتعالى قريب
قريب النصر للشرعية بإذن الله سبحانه، وسيدحر النظام السلالي الإيراني في ربوع اليمن جميعا. إن شاء الله سيكون النصر قريبا، وبات يلوح في الأفق حقيقة، وجهود حثيثة بل من قبل فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لإحلال السلام، سيكون ذلك قريبا بمشيئة الله تعالى. ستعود الحياة مرة أخرى لجميع المحافظات حتى التي كانت تحت سيطرة هذه الميليشيات الإنقلابية. سيادة المحافظ، باعتباركم أنتم في هرم القيادة حقيقة، إنكم ذات نشاط لا يستهان به حقيقة، تمتلكون القيادة الحكيمة، ما تمتلكون الرؤية الصحيحة، الأفق المستقبل يعني البعيد، وذلك بناء يعني محافظة أرخبيل سقطرى، همكم الوحيد هو الوطن، هو جميع أبناء سقطرى. باعتباركم أنتم في هرم القيادة محافظة للمحافظة، حدثنا عن دوركم أنتم المناط فيكم، وكذا مهام عملكم هناك في هذه المحافظة، محافظة أرخبيل سقطرى، حيث حدثنا عن كل ذلك، حيث أنه تم صدور قرار رئيس الجمهورية وذلك بجعل هذه الجزيرة جزيرة سقطرى محافظة أرخبيل سقطرى، وذلك في عام 2013 في عيد الأضحى المبارك. ماذا عن كل ذلك، وأيضا لتعيينات المحافظ السابق وأيضا المحافظ يعني تعاقب المحافظين وأيضا النواب، كان ذلك في عام 2014، كل ذلك حدثنا عنه عن المهام الجلية والدور المناط فيكم أنتم، تفضل سيادة المحافظ. طبعا قبل أن أتحدث عن المناط وعن المهام اللي أنا عن المحافظة بشكل عام، المحافظة بشكل عام، نعم. طبعا أولا نحن أبناء سقطرى بشكل نعم. عام طبعا لهذا القرار التاريخي العظيم الذي فعلاً أصدره فخامة الرئيس، قرار شجاع لتحويل هذه البقعة من الأراضي اليمنية التي حرمت لأعوام سابقة فعلاً ولسنوات عديدة ولعقود من الزمن، لكن بفضل الله ثم بقرار شجاع من فخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي، تحولت هذه البقعة إلى واجهة فعلاً بعد إعلانها محافظة أرخبيل سقطرى. طبعا محافظة أرخبيل سقطرى تتكون من 5 جزر، ثلاثة منها مأهولة وتنتين غير مأهولات، هي جزيرة الأم سقطرى وعبد الكوري وسمحة، هذه الثلاث الجزر التي تعتبر مأهولة بالسكان، ودرسة والصية للسمكعال هرعون، هذه جزر غير مأهولة لكنها ضمن أرخبيل سقطرى. طبعا نحن في محافظة أرخبيل سقطرى دائما نعمل على توجهات وتوجيهات فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور في رسم السياسة، سياسة الرئاسة وسياسة الحكومة، حكومة الدكتور معين عبد الملك، وفي تنفيذ توجيهاتهم وسياستهم لاستمرار العمل بالمحافظة. طبعا نحن وجدنا لتخفيف العبء عن أبنائنا أبناء محافظة أرخبيل سقطرى ورسم سياسة اليمنية في المحافظة. طبعا هناك تحديات كبيرة وهناك صعوبات جدا، لكننا دائما نتغلب عليها بإجراءات إدارية واضحة وبإمكانيات بسيطة، لكننا دائما نقول السيادة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى وفي بتوجيهات فخامة الرئيس ماشيين على قدم وساق أسوة للمحافظات المحررة، وستكون سقطرى منبرا لكل اليمنيين، وستكون سقطرى منبرا لإعلاء وإعادة كل آمال اليمنيين بإذن الله سبحانه وتعالى من خبيل سقطرى. نعم سيادة المحافظ، مشاريعكم وخططكم لدى محافظة أرخبيل سقطرى ماذا عنها؟ طبعا نحن لدينا جزئين من الخطط، في معنا خطط استراتيجية وخطط طارئة. نعم. الخطط الاستراتيجية الكبيرة التي نحن دائما نعمل عليها هي إظهار المحافظة في الواجهة العامة للسياحة العالمية طبعا، وإيجاد ميناء عالمي يستجلب الصادرات والواردات، وهذا يعتبر رافد من روافد للحكومة اليمنية، وطبعا وإيجاد ميناء عالمي لكون سقطرى هي تربط قبل الحرمان، هي تربط بين الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، نعم هي ممر دولي تعتبر، ممر دولي، وهذه هي المحافظة تعتبر رافد من روافد الاقتصاد اليمني فعلا. طبعا نحن نعول دائما على السياحة، سقطرى
تعتبر الواجهة السياحية لكونها محمية بيئية، أعلنت محمية بيئية في 2008 ضمن منظمة اليونسكو، ولا تزال. ونحن في العام الماضي كنا حضرنا في مؤتمر اليونسكو في البحرين، ونحن ومحافظة الخبير سقطرى ضمن المحميات التي هي أعلنت ضمن منظمة اليونسكو. طبعا هذه الكلام كله، طبعا نحن في محافظة الخبير سقطرى لدينا واجهات سياحية كثيرة، لدينا كهوف عالمية كبيرة. إذا ما اهتمت الحكومة والداعمين بهذه المحافظة، لماذا لا يتم استغلالها الاستغلال الجيد المناسب باعتبارها أنها محطة جذب سياحي واستثماري؟ لماذا؟ طبعا نحن محافظة الخبير سقطرى أعلننا في 2014، وبعدها بدأت الأزمة التي هي الانقلابيين الذين انقلبوا على الحكومة في صنعاء، ونحن نقدر ظروف الحكومة وما تمر بها الدولة للفترة السابقة، لكننا بأمل كبير بأن فخامة الرئيس أولى اهتمام الكبير وتوجيهاته الصريحة للحكومة، ورئيس الحكومة وجه توجيه صريح للوزراء، وكذلك نائب رئيس الوزراء وجهوا كل توجيه الاهتمام الصريح والاهتمام المهم بهذه المحافظة بشتى المجالات. لكننا دائما نقول الظرف لا يسمح أن تكون هناك واجهات سياحية، لأن لا تزال الأجواء حاليا مع التحالف والطيران قليلة جدا، والأسطول اليمني قليل جدا لوصول إلى المحافظة. طبعا لا تزال الواجهة السياحية قليلة جدا، لكننا أملنا كبير بعد الله سبحانه وتعالى إننا بعد تحرير المناطق التي لا تزال تحت أيادي الحوثة ستكون سقطرى اهتمام الأول في الرئاسة، واهتمام الرئيس بشكل أولي وبشكل مباشر، وكذلك اهتمام الحكومة. طبعا نحن نتكلم عن سياحة في سقطرى. سقطرى تعتبر الواجهة السياحية اليمنية لما تحتله من موقع استراتيجيا مهم. طبعا سقطرى في هاشتاج كان قبل أيام نزل لسائح كويتي، فكان يقول هذه اليمن وليس المالديف. طبعا غنية بشواطئها الجميلة، غنية بمناظرها الغلابة، غنية بنباتاتها النادرة، غنية بطيبة أهلها واستقبالهم وحفاوتهم لجميع من يزور هذه المحافظة. وطبعا نحن من هذه المنبر نقول إن سقطرى هي الجزء اليمني الذي يعتبر الواجهة السياحية حاليا، ويجب الاهتمام فيه. ونحن نشكر ونرفع آيات شكر وعرفان لفخامة الرئيس الذي أعطى لهذه المحافظة الاهتمام البالغ والاهتمام الخاص من المتابعة شبه يومية مع المحافظين والمستمرة، وتوجيهاته للحكومة الاهتمام بالمحافظة. نعم، هذا من أمله جميعنا حقيقة، جميع أبناء الشعب اليمني، وذلك الاهتمام بهذه المحافظة، محافظة أرخبيل سقطرى، لما تمتلكه من مقومات جذب سياحي استثماري. هذه المحافظة التي حرمت لسنوات سابقة، والآن سيعاد حقها من جديد بإذن الله تعالى بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، وأيضا بتوجيهات من الحكومة ممثلة بالدكتور معين عبد الملك وبكافة أعضاء الحكومة. سيادة المحافظ، لقاءات عدة قمتم بها ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية وكذا لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، كل هذه اللقاءات التي تمت حقيقة من قبلكم أنتم لتلك الزيارات، عن ماذا تمخضت وما الذي تم مناقشته أثناء تلك الزيارات لاحتياجات المحافظة، محافظة أرخبيل سقطرى، وأيضا الحكومة بجميع وزرائها ماذا قدموا لهذه المحافظة؟ تفضل. طبعا نحن زرنا فخامة الرئيس في الزيارة الأخيرة بأداء اليمين الدستوري، وطبعا جلسنا مع فخامة الرئيس وناقشنا معه، وهو تم توجيهنا بشكل واضح للاهتمام بالمحافظة ورفع جميع المشاريع والاحتياجات المحافظة لفخامة الرئيس، وفخامة الرئيس بصدد وحول ووجه الحكومة باعتماد مشاريع لأرخبيل سقطرى، ومنها اعتماد مليار ريال لمحافظة أرخبيل سقطرى. وطبعا نحن
قلنا ان هذا المبلغ وهذا يعني هل هذه الميزانيه التشغيليه؟ هذه ليست ميزانيه تشغيليه وانما اعطي كمنحه لشراء عباره لتخفيف العبء عن ابناء محافظه الخبيل سقطرى، والاجراءات بناء على توجيهات فخامه الرئيس وبناء على توجيهات الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء. الإجراءات حاليا لا تزال في المالية وفي وزارة النقل لشراء هذه العبارة التي تعتبر وسيلة نقل وتخفيف معاناة المواطنين في أرخبيل سقطرى. نعم، هذا الذي يعني حقيقة سيخفف من عملية المعاناة التي لدى جميع أبناء سقطرى بالذات لجميع مديرياتها. سيادة المحافظة، ماذا عن الملف الأمني؟ حقيقة لا تخلو أي محافظة كانت عن الملف الأمني. الملف الأمني متشعب حقيقة، فالجانب الأمني مهم جدا، وذلك للأمن والاستقرار والحفاظ على ممتلكات الدولة وعلى أرواح المواطنين. ما الذي تم مناقشته مع نائب رئيس وزراء وزير الداخلية لمحافظة أرخبيل سقطرى؟ كان لكم لقاء يعني قبل أيام مع نائب رئيس وزراء وزير الداخلية الأستاذ المهندس أحمد بن أحمد الميسري. ماذا ناقشتم حول الجانب الأمني، الملف الأمني بشكل عام لهذه المحافظة، محافظة أرخبيل سقطرى بجميع مديرياتها؟ تفضل. طبعا نحن كنا مع دولة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لمناقشة الملف الأمني. طبعا الأمن بمحافظة الأرخبيل سقطرى بإذن الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجهات أبناء سقطرى وتوجيهات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء، طبعا يعد الأمن الأول في سقطرى من إعداد الجريمة، تعتبر معنى الجريمة صفر. نعم. والأمن مستتب بإذن الله سبحانه وتعالى ثم بجهود القيادة الأمنية الموجودة في المحافظة. طبعا كانت توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية للقيادة توجيهات واضحة بانتشار الأمني بشكل مهم وتغطية المدن الرئيسية ورفع التقارير اليومية لمعرفة الحالة الأمنية اليومية، يعني خط مباشر ما بينكم مباشر. نعم، وبين وزارة الداخلية. نعم، ونحن في تواصل بشكل مستمر وبشكل يومي. نعم. مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية غرفة عمليات مشتركة بالمحافظة. وطبعا التوجيهات واضحة، ونحن بناء على توجيهات فخامة الرئيس تم استيعاب أكثر من 450 فرد حاليا لتغطية العجز الموجود في المحافظة. وطبعا محافظة أرخبيل سقطرى نظرا لبعدها عن اليابسة اليمنية، لكنها حفاها الله سبحانه وتعالى بأمنها، لكن دائما نقول نريد اليقظة المستمرة من أبناء سقطرى ومن الجهات الأمنية والقيادات الأمنية، وذلك بناء على الخطط التي تنزل من وزارة الداخلية ومن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. نعم. وهي خطط عامة لجميع المحافظات وخطة خاصة لمحافظة أرخبيل سقطرى. نعم. ماذا عن سيادة المحافظ عن تفعيل دور المؤسسات والمرافق الحكومية؟ هل يتم النزول من قبلكم الميداني يوميا لتفقد سير العمل، إضافة إلى تدوير الوظيفي بكفاءات عالية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأيضا مكافحة الفساد، الذي الفساد استشرى حقيقة ليس بسقطرى فقط إنما في جميع محافظات اليمن والعالم العربي والعالم أجمع، كيف يكمن ذلك؟ تفضل. طبعا نحن في اجتماع قبل الأخير للمجلس التنفيذي كلفنا الأخوة الوكلاء بالنزول الميداني لبعض المرافق المكتب التنفيذي، طبعا للمتابعة اليومية والاطلاع عن قرب مدى سير العمل بالمحافظة. طبعا في محافظة أرخبيل سقطرى لما نتكلم عن فساد، لا يوجد فساد، لأن لا توجد هناك موارد نقدر نتكلم عنها أن هناك فساد، لكننا في تسيب إداري، لكننا دائما تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. مبدأ الثواب والعقاب، نحن نعطي فرصة للأخوة المدراء العموم ومدراء الإدارات تدوير الوظيفي نعم. إذا كان في هناك مخل خلل يعني في عمله، في خلل أو في هناك عدم المبالاة بالوظيفة العامة، ستكون هناك إجراءات طبعا صارمة والتنسيق. نعم. مع الأخوة الوزراء في عملية التغيير أو عملية التواب والعقاب لهذه نعم المرفق.
طبعا إلى الآن نحن طبعا المحافظة تحتاج إلى وقفة جادة من الجميع ومن أبنائها بشكل عام، لكونها محافظة مبتدئة وناشئة وتحتاج الهمة والعزيمة القوية التي ترتقي بها أسوة بالمحافظات الأخرى. نعم سيادة المحافظ، خمس احتياجات ضرورية للمواطنين سواء كان في أرخبيل سقطرى أو في العاصمة مؤقت عدن أو في جميع محافظات اليمن، الخمس الأشياء يعني الملحة ضرورية جدا للمواطنين، وهي أولا تتمثل في الكهرباء، في الماء، في الصحة، في التعليم، أيضا في تعبيد الطرقات، شق الطرقات وإصلاحها. تحدثنا عن ذلك، تفضل. طبعا انا دائما اسميها الخمس، الكليات الخمس. نعم هذه وهي التي يجب ان تكون مكتمله ومتوفره، هذه التي ترتبط بحياه المواطن. نعم. بشكل فعلاً. مباشر. طبعا نحن نتكلم عن الكهرباء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات فخامه الرئيس للاخوه في التحالف العربي ممثله بالمملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده. طبعا نحن نتكلم عن المدينتي حديبه وقلنسية، بفضل الله أن الكهرباء مستقرة ومستمرة بشكل طبيعي و24 ساعة إلى الآن، لكننا دائما نطمح إلى المزيد. يعتبر في أرخبيل سقطرى أكثر من 95% من المناطق لم تصلها الكهرباء العامة. لماذا؟ هل يعني التقيتم مع وزير الكهرباء لكي تناقش معه هذه الصعاب عن الكهرباء؟ طبعا نحن نتكلم الان عن تحدث عن 95%. نتكلم عن مدينه قلنسيه ومدينه حديبو، التي هي تعتبر مدينه حديبو هي يمكن 5 كيلو في 5 كيلو، اللي هي البقعه التي ممكن ان نتكلم عن كهرباء سقطرى، ومدينه قلنسيه هي 2 كيلو في كيلو، هذه التي تحتاج إلى ميجا واحد. وفي محافظة أرخبيل سقطرى ومركز الرئيسي للمدينة هي الآن التي نشتغل في 3 ميجا. نحن نطمح أن تكون في مركز المحافظة إلى 15 إلى 20 ميجا لتوسعة نطاق الكهرباء للمناطق المجاورة والقرى المجاورة للعاصمة. طبعا هذه طموحاتنا وهذه مطالبنا، لكن نحن إلى الآن شبه مستقر الكهرباء معنا بشكل منتظم. طبعا التعليم هذه العام بشكل مستمر، وتم تعاقد مع أكثر من 450 معلم لتغطية العجز الموجود بالمحافظة، نظرا لانتقالنا إلى مستوى محافظة مع توقف عملية التوظيف. والطاقم الإداري الموجود كان طاقم مديرية. نعم. ونظرا للظروف الصعبة التي تعيشها اليمن. نعم. نتيجة للحرب التي ما زالت مستمرة من قبل تلك الميليشيات الانقلابية التي شنت هذه الحرب. في هناك توجيهات من فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور في زيارته الأخيرة لمحافظة أرخبيل سقطرى ب 350 معلم بصورة استثنائية، ليكون المحافظة لم تحصل على أي توظيف أو لم تكن لها أي إمكانية سابقة، وهذه الإجراءات لا تزال. متى سيتم توظيفهم؟ بإذن الله سبحانه. نحن الآن في نقاش مع رئيس الوزراء ومع وزير المالية والخدمة لتثبيت هذه، ووزير التربية لعمل بصورة استثنائية لهذه الوظائف وإيجاد الكادر المناسب. سواء نحن طبعا نتكلم عن الجانب العلمي الفعلي. نعم. نحن قلنا ممكن أن نستقطب، لا يبنى أي وطن إلا بالعلم والمعرفة. نعم. وبكفاءة عالية أن تكون. نعم. ونحن قلنا ممكن أن نستجلب حتى من المحافظات الأخرى. نعم. بالتنسيق مع المحافظات الأخرى. نعم. المحافظين للمعلمين النوعي. طبعا. نعم. المعلم الكمي موجود معنا بالفعل، لكن المعلم النوعي دائما هو الذي يمتلك الخبرات، التي يمتلك الكفاءة. نعم. هذا الذي يجب أن يكون، هذه وليس الكم. وستكون هذه الإجراءات بإذن الله سبحانه وتعالى قد التنفيذ خلال الشهور القادمة، وسنحن المتابعين للإجراءات مع دولة رئيس الوزراء ومع الوزراء المختصين في الحكومة، وبإذن الله سبحانه وتعالى سترى النور. ونحن حاليا التعليم مستقر بشكل طبيعي في جميع المحافظة. طبعا المحافظة فيها 86 مدرسة بين تعليم ثانوي وأساسي وإعدادي.
هذه المدارس تحتاج إلى كادر تعليمي وتحتاج إلى اهتمام كبير. وسقطرى هي بلد مترامي الأطراف، ومعنا بين المدرسة والسكان يعني بعيدة جدا، يعني بين 3 كيلو إلى 5 كيلو، والطفل الذي يتعلم حتى الجامعات لا توجد فيها ولا الكليات، يعني فيها كليتين، كلية التربية وكلية المجتمع. لكن نتمنى حقيقة أن تبنى العديد من الكليات هناك في سقطرى. نحن نتمنى أن تكون في سقطرى كلية نوعية، وجامعة نوعية اللي هي للعلوم التطبيقية التي تختص بجانب معين، لكون نحن محافظة بيئية ومحافظة البيئة البحرية والبيئة البرية. هذه الكلية واستقطاب من جميع المحافظات ومن جميع الدول لتكون نموذج من سقطرى في الكلية التطبيق العلوم التطبيقية. هذه تعتبر رافد من روافد لليمن ولسقطرى بشكل خاص. طبعا لا نريد تكرار الكليات مثل ما هي موجودة بالمحافظة، هي استنساخ، نريد كلية نوعية نوعية تنفرد بما هو موجود في هذه القبيل. ماذا عن الصحة يعني المياه والطرقات؟ طبعا الصحة هناك مستشفى بنيت من الأخوة الأشقاء دولة الإمارات، هي مستشفى خليفة، وهم حاليا إدارتها وعملية التنسيق معهم في عملية تشغيل الإدارة وتحمل جميع التكاليف، وهي تعتبر الآن المستشفى الأم الموجودة في المحافظة. لكننا هناك مستشفى تعتبر المستشفى المركزي للمحافظة، وهي مستشفى 22 مايو التي بنيت بدعم من فخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي، والآن هي في صدد التشطيب النهائي والمقاول الموجود معنا هنا لاستلام المستخلصات وحتى يكمل هذه. ونحن بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم على أول ما تكمل هذه المستشفى ستتم التسويق لها في عملية التأتيد وإيجاد الكادر الطبي والفني لهذه المستشفى، وهذه تعتبر أكبر مستشفى في المحافظة. طبعا إضافة لذلك الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية عملوا مستشفى ميداني رافدا إلى المستشفيات الأخرى، وهي لتخفيف العبء عن أبناء المحافظة. طبعا هذا هو في الجانب الصحي. طبعا نحن في السلطة المحلية فتحنا مركز للأمومة والطفولة، وهو يخدم جزء معين من أبناء سقطرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفى العامة، وفيه جميع الخدمات. وفتحنا مركز خاص بسوء التغذية الرعاية الأولية. طبعا هذا المركز خفف وأنقذ أكثر من طفل الذين تعرضوا لهذه في المحافظة لسوء التغذية. طبعا تجربة ناجحة، وهناك دعم من الأخوة الأشقاء لهذا المركز بشكل مباشر، الأخوة السعوديين من برنامج إعمار وتنمية اليمن. نعم. وبالنسبة للجانب الطرقات، طبعا الطرقات نقول حدت ولا حرج. لماذا؟ لأن نحن في المحافظة. ما الذي يستصعب في ذلك؟ الذي يستصعب في ذلك أن نحن تعرضنا إلى 3 أعاصير متتالية. بالفعل. هو أعصار شبالة وميج ومكانه. وكنا نتعرض لإعصار لبان، لكن أصاب أهلنا وإخواننا في المهرة. في المهرة بالفعل. طبعا الإمكانية شحيحة مع السلطة المحلية، عدم وجود وحدة شق التي هي تعمل على فتح وتعبيد الطرق التي تتعرض إلى بعد الأعاصير إلى التدمر. وطبعا الفتح يكون من قبل الأخوة المقاولين والأخوة الأشقاء، لكن العملية تكون دائما بطيئة، ونحن كل مرة نفتح طريق فيأتي أمطار أو يأتي أعصار تروح وكأنك ما عملت شيء. مرة ثانية نخسر مئات الملايين في عملية فتح هذه الطرق. دائما نناشد، ولكن يعني لهذه العاصير والفيضانات لماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة قبل حدوثها ذلك وذلك للتأمين؟ الإجراءات الاحتياطية نحن احتياطية دائما دائما نعمل الإجراءات المتاحة في المحافظة. طبعا إجراءاتنا هي كالتالي: قبل وقوع الإعصار نعمل على غرفة عمليات مشتركة، 3 غرف عمليات في مركز المحافظة وفي الأمن وفي قيادة اللواء. هذه المحافظة
وطبعا ستكون خطة واضحة مع المحافظة بتوجيهات واضحة بتقسيم الجانب الأمني، الجانب العسكري، الجانب الصحي. السيارات الإسعاف لأنه نحولها لجميع المراكز التي تعتبر هي نشك أنها ستنقطع بعد الإعصار لتوصيل وإسعاف المرضى وإسعاف الحالات الطارئة في هذه المراكز. طبعا الخطة خطة بدائية، لكن لا توجد لدينا آليات، نعم، لا توجد لدينا إمكانيات لفتح هذه الطرق في حال حدوث أي تعثر في الطريق. نعم. طبعا في إعصار مكانه تقطع الطريق بين العاصمة وبين المطار، ومكت أكثر من 48 ساعة مقطوع، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس المشير عبد الربه منصور هادي، توجيهات صريحة بالتعاقد مع أي شركة لردم هذه الفجوات. طبعا نحن تعاقدنا مع الأخ شركة بن جريبة والمخزوم، وخلال 24 ساعة تم ردم هذه الفتحة، مع أنها فتحة كبيرة لكن بجهود حتيتة بالسلطة المحلية والأخوة المقاولين. طبعا لكن لما تكون الآليات موجودة ووحدة الشق المتكاملة للمحافظة تسهل إجراءات المحافظة وتسهل عملية الخطة الطارئة لمواجهة الإعصار. طبعا نحن طرحنا ذلك على دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وهو استجاب لهذه، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في القريب العاجل توفير وحدة شق للمحافظة بناء على توجيهات فخامة الرئيس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء. نعم. لتوفير نعم. نعم. نعم سيادة المحافظ، تحدثنا جليا عن كل ما يهم هذه المحافظة، ندع الميزانية التشغيلية للمحافظة، يعني هل هناك ميزانية تشغيلية وهل تكفي هذه الميزانية التشغيلية لمهام سير عمل المحافظة بشكل عام؟ أنتم في السلطة المحلية، هناك في هرم السلطة المحلية. طبعا لو نتكلم عن الميزانية، الميزانية هي ميزانية مديرية وليس ميزانية محافظة. لماذا؟ طبعا ليكون المحافظة حديثة، وهم بداية ما أعلنت المحافظة اعتمد لها جزء بسيط من الميزانية. لم يرفع يعني يرتفع سقف هذه الميزانية باعتبار الآن ست سنوات الآن. طبعا من دون يعني اعلان هذه المحافظة يعني هذه الأرخبيل اللي سقطتها محافظة طبعا عام 2013. الحكومة بشكل عام لجميع المحافظات هي عملية واحدة. طبعا الميزانية والدولة كانت تمر بأزمة، ونحن مقدرين وضع الدولة ووضع الحكومة، لكننا الآن بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء لوزير المالية برفع سقف ميزانية محافظة أرخبيل سقطرة بشكل خصوصي عن المحافظات الأخرى لكونها محافظة جديدة ولكونها الميزانية الأولى لم تفي بالغرض. طبعا في ميزانية 2019 بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون هذه الميزانية سقفها أكبر من نعم. 2014 وستكون هذا الذي يجب أن يكون. نعم، ونحن شكر وعرفان لفخامة الرئيس الذي نعم. يعطي الاهتمام نعم بالفعل المستمر نعم الأول والأخير نعم. لهذه المحافظة، وكذلك شكر وعرفان لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على اهتمامه المباشر وتوجيهاته الواضحة للحكومة وتوجيه للوزراء المختصين بذلك. طبعا سقطرة تحتاج الوقوف من جميع المنظمات فعل. والجميع الداعمين لوقوفها على تضاهي المحافظات المتقدمة. طبعا نعم. محافظة عدن وحضرموت وغير لها عمر تفعيل نعم دور هذه المحافظات عمر قبل سقطرة، لكن نحن بداية كنا مدرية نعم. والمدرية جزء من حضرموت نعم. وكنا جزء من عدن. الآن نحن في صدد محافظة، والمحافظة تحتاج أن تكون العاصمة على مستوى محافظة أرخبيل سقطرة وعلى مستوى سمعة المحافظة، وهذا ما نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى وبناء على توجيهات فخامة الرئيس المشير. نعم يعني احتياجات المحافظة بشكل عام تتمثل بماذا؟ الاحتياجات بشكل الملحة الضرورية في المرحلة الراهنة. الاحتياجات الراهنة طبعا نحن ذكرنا الكليات الخمس نعم كامل طبعا غير ذلك. طبعا المحافظة تحتاج إلى إيجاد طيران إضافية للمحافظة حتى نعم. تكون تسهيل عملية تحرك
الناس بين المحافظة والمحافظات الأخرى. نعم بالفعل. طبعا نحن بعد وذلك لبعد هذه المحافظة يعني لبعد المحافظة ونتائج انقطاعها. الآن بعد شهر 5 سينقطع البحر نهائيا. لماذا؟ معنا موسم الرياح يعني مستمر لأربع أشهر. نعم متتالية لا تستطيع، وبالتالي يكون عن طريق الطيران. الطيران فالرحلة الواحدة لا تكفي حاليا بوجود وسيلة نقل بحرية تخفف المواطنين بها مع أنها لم تكن آمنة. لكن الناس مضطرة أن تطلع بها، لكن في وقت فصل الخريف نحن نسميه والصيف هنا، لكن تعتبر رحلة واحدة غير كافية. نحن في تواصل مع وزير النقل. نعم الأستاذ صالح القبواني. نعم لإضافة رحلة من العاصمة المؤقتة عدن إلى المحافظة، وهذه الرحلة هي تخفف من عبء المواطنين وعبء سكان المحافظة للوصول إلى المحافظات الأخرى. نعم يعني بمعنى نستفهم من حديثك إنها رحلة واحدة فقط في الأسبوع، ولكن يجب أن يكون عدة رحلات في الأسبوع، لا تكفي رحلة واحدة إنما العدة رحلات. هذا ما نتمناه من وزارة النقل أن تستجيب لمحافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ نعم رمزي محروس. طبعا نحن كنا نعم قبل الأزمة لخفف معاناة المواطن عملية السفر. كنا قبل الأزمة نستقبل 5 رحلات في الأسبوع، 4 رحلات مدنية ورحلة عسكرية. نعم. الآن لما تكون رحلة واحدة تصبح ضغط، لذلك نحن نوجه نداء عاجل لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير النقل للاهتمام بهذا الجانب بصورة عاجلة حتى نخفف العبء عن أبناء هذه المحافظة. نعم سيادة المحافظ، التحالف العربي ما الذي قدمه لمحافظة أرخبيل سقطرى؟ طبعا التحالف العربي موجود معنا. نعم هو قدم الكثير والكثير لجميع أبناء اليمن، ولكن لسقطرى ماذا؟ ممثلة بالمملكة العربية السعودية. طبعا لما نتكلم عن التحالف طبعا قدم لليمن بشكل عام. نعم بالفعل. وسقطرى بشكل خصوص. نعم. وجود وما زالوا هم سندا لجميع أبناء اليمن. نعم موجودين في بعض من البنية التحتية من المدارس والصحة والمياه والكهرباء. طبعا ذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس المشير عبد المنصور للمحافظين وتوجيهاته المباشرة لنا بتدليل الصعاب أمام الأخوة الداعمين وخاصة الأخوة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية المملكة العربية السعودية. طبعا هذه العمل نحن دائما ننسق معهم في عملية ترتيب الأولويات المحافظة في إعطاء المشاريع الهامة للمحافظة. طبعا وهم الأخوة في برنامج إعمار وتنمية اليمن طبعا موجودين معنا، أول مكتب يفتح في اليمن من في محافظة أرخبيل سقطرى. طبعا وموجود معنا مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي طبعا، وموجود معنا الأخوة الجمعية الكويتية. نعم وأيضا مدينتي زايد التي قدمها في الإمارات. نعم تم دعمها الإمارات. من الأخوة الإماراتيين طبعا. نعم. مدينة زايد 1 ومدينة نعم. زايد 2. نعم. وهناك بعض المنازل في قرى أخرى. نعم. وهناك دعم كبير غير جدا محدود بالفعل. غير محدود، ونحن الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه بالفعل. وتعالى طبعا، لكن نحن دائما نقول هذا الدعم كله بناء على توجيهات فخامة الرئيس للمحافظين بتدليل الصعاب أمام الأخوة وإعطائهم الأولوية في عملية المشاريع والدعم. طبعا نحن وهناك منظمات أخرى تعمل معنا في المحافظة منها اليونيسف والغداء العالمي والمنظمة الصحة العالمية والأوشا وغيرها من المنظمات الفاعلة في الجانب الصحي والجانب التربوي وفي نعم سواء كان منظمات محلية أو دولية عالمية. طبعا نعم. بعد إعصار ما كان حضر لنا مجموعة من المنظمات الدولية لسقطرى لعمل مسح ميداني لسقطرى، وهم لبوا احتياجات في بعض الجوانب خاصة في الجانب الصحي والجانب المياه منظمة اليونيسف. نعم. طبعا نحن ندعو الداعمين وندعو كل من له يد العون نعم. تقديم
المشاريع الخدمية والمشاريع المهمة لمحافظة أرخبيل سقطرة ولليمن بشكل عام. نعم. طبعا هذا هو توجهاتنا وهذه توجهات فخامة الرئيس المستشار عبد الرب المصري. نعم سيادة المحافظ بصورة مختصرة يعني علاقتكم بالمحافظين في المحافظات ما هي؟ طبعا نحن مع تواصل مع المحافظين بشكل وخاصة محافظين الأقليم شبوة وحضرموت والمهرة، ومع تواصل مع المحافظين الأخرى في محافظ عدن ومحافظ مارب و نعم. أبيان ولحج. طبعا نحن دائما نتواصل معهم وخاصة في زيارتنا للعاصمة المؤقتة عدن للتشاور في بعض الأمور التي تخص المحافظات وما هي الإجراءات التي هي تكون مناسبة لمحافظة عن محافظة أخرى. طبعا كلنا نعمل لإثبات سيادة الوطن وهي نعم. إثبات السيادة اليمنية في جميع المحافظات. نحن فريق مساند عمل مساند لفخامة الرئيس المشير عبد الرب المنصور هادي ولرئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك. نعم. طبعا نحن دائما نعمل بناء على توجيهاتهم، هذا هو هدفنا في وجودنا على رأس هرم المحافظة. نعم سيادة المحافظ صعوبات جمت تواجه هذه المحافظة، تحديات جمت تواجه هذه المحافظة، لكن تتغلبون عليها وذلك بحنكتكم في القيادة بنشاطكم المتميز حقيقة في كونكم محافظا لهذه المحافظة، محافظة أرخبيل سقطرة لجميع مديرياتها لجميع أبناء سقطرة بالتحديد. سيادة المحافظ رسالتكم في ختام هذا اللقاء الذي هذه الرسالة لي من يتم توجيهها؟ طبعا رسالتي لأبناء الشعب اليمني نعم. بشكل عام الوقوف صفا واحدا تحت توجيهات فخامة الرئيس وتحت مسيرة المشير عبد الرب المنصور نعم. هادي، وأن يكونوا سندا إلى جانب بالقيادة نعم السياسية فخامة نعم. الأخ الرئيس عبد الرب المنصور هادي نعم. رئيس هذه الجمهورية. هذه رسالتي لهم جميعا ورسالتي لأبناء سقطرة، التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بالفعل لرفع وقدرات ورفع أمنيات محافظة أرخبيل سقطرة وأبنائها وشعبها وليعلو شأن هذه المحافظة باعتبارها كما أسلفنا الذكر في مقدمة اللقاء بأنها تحتل موقعا استراتيجيا مهما أيضا لما لها من رافد اقتصاديا أيضا محطة جذب استثماريا سياحيا. وفقكم الله سيادة المحافظ لكل تلك الجهود التي تبذل حقيقة من قبلكم أنتم في السلطة المحلية في قيادة المحافظة وأيضا لكافة الجهود التي تبذل من قبل فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وأيضا للحكومة بكافة أعضائها وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك سعيد وجميع من يحب هذه المحافظة محافظة أرخبيل سقطرة يقفون إلى جانب هذه المحافظة لأنها حقيقة ظلمت هذه المحافظة سابقا والآن يعاد حقها من جديد، حق هذه المحافظة يجب أن يكون لها الاهتمام المتميز لهذه المحافظة بما تحتله من أهمية ومكانة لليمن. في ختام هذا اللقاء نشكرك جزيل الشكر والتقدير الأستاذ رمزي محروس محافظ محافظة أرخبيل سقطرة، نتمنى حقيقة لكم كل نجاح كل التوفيق لمهام عملكم في قيادة المحافظة ولجميع أبناء المحافظة وأيضا للبنية التحتية والخدمات أيضا أن تتطور أكثر فأكثر لكي تكون هذه المحافظة يعني في خضم في تتساوى مع المحافظات مثل محافظة عدن يعني العاصمة المؤقتة عدن. شكرا جزيلا لك، نلتقيك إن شاء الله في لقاءات قادمة، نلتقيك إن شاء الله هناك في محافظة أرخبيل سقطرة بجميع مديرياتها. ونحن أيضا نقول لكل المشاهدين إذا أردتم حقيقة الجمال الحقيقي فاذهبوا إلى هذه المديرية إذا هذه المحافظة لكي تتمتعوا بالجمال الطبيعي الذي حباه الله سبحانه وتعالى لهذه المحافظة. شكرا جزيلا لك وأهلا مرة أخرى ونورت العاصمة المؤقتة عدن بجميع أبنائها، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام في كل مكان على حسن إصغائي والمتابعة لهذا الحديث التي أجريناها مع محافظ محافظة سقطرة الشاب المتميز حقيقة ذات الطاقة المتميزة الذي يعمل بجهود مضنية ليلا مع نهارا وذلك لإعلاء شأن هذه المحافظة محافظة أرخبيل سقطرة. نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة، حتى ذلكم الحين لكم تحياتي أنا روى عصمت وكافة طاقم العمل وفي أمان الله أستودعكم.